أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بين كلمة أبو عبيدة وما بين قرار ضرب شاحنة كمستودع لكتائب القسام للسلاح، يعني أن السلاح لم يعد في الأنفاق، هذا ظهر منذ التقييم الذي حدث بإحضار المتفجرات من أجل تفجير نفق فتحول إلى كارثة تحت عنوان هذا العمود الكهربائي، فكانت مجزرة في واقع الأمر، لأن الإسرائيلي ماذا ذهب؟ ذهب إلى إحضار كثير من المتفجرات من أجل تفجير كل ما هو متفجر من داخل الأنفاق جميعا. كان هذا هو التصور. واضح جدا أن هذه الأنفاق ليس فيها مستودعات. هذا هو الاستنتاج الذي قدمه أبو عبيدة، وأصبح واضحا أن هناك مسار آخر في نقل السلاح. اليوم وعلى الساعة 6 صباحا وجدنا أن هناك هجوم عبر الطائرات موجهة مباشرة نحو شاحنة. ترون أمامكم هذه العملية على أساس أن هذه الشاحنة هي مستودع أساسا وتدور في المنطقة، وهذا أمر محتمل، وتعتبر هذه الشاحنة بمثابة ناقلة لسلاح الكتائب. إذا بعد هذا التصديق على ما قاله أبو عبيدة بأن لا وجود لمثل هذه الأنفاق وبهذه الصورة المتخيلة عند الإسرائيلي، ثانيا أن لا مستودعات لدى الكتائب في الأنفاق، لأن الدليل على ذلك ليس ما قاله أبو عبيدة، وإنما صادق على هذه النتيجة التي خلص إليها الجيش، وكان إلى حدود تلك اللحظة يرى أن هناك شيء ما غير طبيعي في هذا التفجير، فمرة حوله إلى العمود الكهربائي، ومرة إلى خطأ، ومرة إلى يلام، ومرة إلى آخره، وهناك صحفي كاد أن يدفع ثمنه من القناة 13، يعني فارق ثوان. هذا كله كان المقصود منه، وأمام الصحافة وأمام وجود القناة 13 هو نهاية الأنفاق عبر تفجيرها والسماح بالأكسجين أو بنوع من معدلات أكسجين تذهب مباشرة إلى مناطق من أجل تفجير للأنفاق، وفي نفس الوقت تفجير لكل ما هو قابل للتفجير في هذه الأنفاق. عندما أصبحت الكارثة كما ذكرنا، وأصبح التأكيد من أبو عبيدة وأن المستودعات ليست في الأنفاق، هنا ضرب أبو عبيدة عصفورين بحجر. معنى ذلك ماذا؟ أن المستودعات ليست في الأنفاق، فلماذا أساسا هذه الحرب على الأنفاق في واقع الأمر؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه الجيش. الجيش الإسرائيلي يطرح مسألة خطرة للغاية بأن قضية المستودعات في الأنفاق هذا لم يتأكد له عمليا، وأمام كاميرا القناة 13 وأمام صحفيها في لحظة احتفاء واحتفال بنهاية هذا الكابوس الذي اسمه الأنفاق لدى الجيش الإسرائيلي. ومن جهة أخرى فإن هناك مصادقة الآن من الناطق الرسمي للكتائب بأن لا وجود لشيء اسمه مستودعات في الأنفاق. هذا إذن يطرح سؤال آخر، هو أن المستودعات خارج القطاع، هذا إشكال آخر، ولكن المهم أن هذه المستودعات ليست في الأنفاق. هنا جاء الرد كما ذكرنا، وهذه الشاحنة أمامكم، وحاول الإسرائيلي أن يؤكد مخابراته على وجه التحديد أن تضرب أي شاحنة، لأن المهم هو ليس المصادق على ما قاله أبو عبيدة، وإنما التأكيد أنهم اكتشفوا هذا الوضع، يعني كأن هذا الفصيل استخدم في وقت سابق، ومباشرة بعد تأكيده
وجدنا الشاحنة أمامنا. هذا كله من أجل استرداد شينبيت لجزء من ماء وجهها بعد أن تأكد لها أن هناك فشل في الأنفاق، فشل في تفجيرها، فشل في الوصول إلى تفجير باقي الأنفاق عبر المستودعات التي في الأنفاق. كل هذا طرح عشرات الأسئلة ليظهر أن كل شيء ليس إلا وليد رعب ووليد خوف. هذا هو التطور الأول. إذن بعد ظهور الفيديو حول ضرب شاحنة، يتأكد الآن أن هناك مصادقة من الجيش الإسرائيلي بعد الذي حدث لجنوده، ومحاولة التبرير ومحاولة القول بالعمود الكهربائي والدبابة التي ضربت الشاحنة وغيرها من هذه الأساطير، لنجد أمامنا هذه المفاجأة بأن أبو عبيدة ينطق حقا، وأن الجيش الإسرائيلي اليوم يكتشف أن هناك شاحنة هي التي توزع السلاح فوق الأرض ولا علاقة لها بالأنفاق. إذن المأزق الرئيس هنا كيف يمكن نقل السلاح عبر الأنفاق؟ إذن هذا سؤال يجيب عنه أبو عبيدة بقوله بأننا نصنع أيضا الرصاص. ليس الأمر متعلقا فقط بالتصنيع العادي، التركيب وغيره أو التطوير، إنما صناعة الرصاص نفسه فهو يصنع في غزة أو يصنع فلسطينيا. وهكذا يمكن الإجابة لماذا أساسا الآن الذهاب إلى تحت الأرض باتجاه سيناء أو باتجاه غيرها. إذا القناعة اليوم التي فهمها الإسرائيلي، وهذا هو المهم، فهم الإسرائيلي إذا القراءة الذكية لخطاب أبو عبيدة بأن الرصاص يصنع، كل شيء يصنع ولا تنقل إلا المواد العادية، لذلك فلا حاجة لهذه الأنفاق، لا بالنسبة للتصنيع ولا بالنسبة لغيره. نحن نتحدث عن الكتائب، كتائب القسام وليس باقي الفصائل. للإشارة فقط، لا بد قبل أي خلاصة أن نفصل ما بين الكتائب التي أوضحت وقادت هذه العملية وكانت لديها أساسا فكرة حول ماذا ستقوم به بعدها مباشرة، أي الإجراءات ما قبل العملية، وهذا أمر يمكن تصديقه. لكن بالنسبة لباقي الفصائل أيضا والعثور على بعض المصانع وغيرها، أمر قائم لسبب بسيط جدا، لأن هذه الفصائل لم تكن تعلم بما قبل العملية. إذن هذا هو التطور الأساسي الأول. التطور الثاني أن الفرقة 98، لماذا 98 ولماذا الشاحنة؟ الكل سيتساءل لماذا تحديدا القول الفرقة 98 وليس الكتيبة كذا التي قامت بالعملية ومن اكتشف، ليس هناك تفاصيل، لماذا تحديدا؟ لتأهيل اسم الفرقة 98 بأنها ستقود إدارة خان يونس. في وقت سابق كانت 99 و 98، الآن حولت الفرقة 99 إلى وسط غزة وأدخلت 36 إلى داخل إسرائيل من أجل التأهيل والترميم. والأمر الأساسي أن 98 ولأدائها الآن بدأت من هذه النقطة، إنه تعميدا للفرقة التي أصبحت وحيدة الآن في خان يونس الرقم 98. إذا كانت السيطرة بالـ 99، الآن أصبحت الـ 98، إذا هذه تعتبر بمثابة الخط الأول الأساسي للغاية. المسألة الثانية والأكثر أهمية بالنسبة للـ 98، إظهار أن الشنبيت قوية في هذه المرحلة، وأيضا وهذا الذي يعد مهما للغاية، أن 98 استطلاعها كان ليس مع 99
ومع حضور كل من رئيس الأركان وغيره، فكان دائما التسعة وتسعين قائد الفرقة التسعة وتسعين، كل حركة وزير الدفاع ومن ثم رئيس الأركان كان دائما مع التسعة وتسعين وليس مع الثمانية وتسعين. الآن أكثر من كان رزينا وعقلانيا في التقارير كانت الفرقة الثمانية وتسعين، وبالتالي فإن الثمانية وتسعين الآن هي التي تقود خان يونس، والتسعة وتسعين تحولت مباشرة إلى طار العمليات الساخن كما في حالة وسط غزة ومن ثم المخيمات، خصوصا أنصرات البريج على وجه دقيق، ومن ثم استمرار معركة المغازي، وأيضا الوصول إلى دير البلح كجزء لا يتجزأ من خطة العمل التي تعزل إلى الآن كلا من دير البلح ورفح. فهل سيتوصل هذا المعطى أم لا؟ إذن لدينا هذا التطور الثاني. الثالث أن هناك الشنبيت التي ترغب في إنقاذ نفسها، فالأمر يتعلق أولا بالتقارير العقلانية لاستطلاع 98 فرقة 98، وأيضا بالنسبة للشنبيت التي أصبحت تؤكد نفس هذه المعطيات، وبعد 4 ساعات إلى 5 ساعات تقرر قصف شاحنة للتأكيد فعلا أن هذه الأسلحة لا تمر من الأنفاق، تمر عبر استراتيجية أخرى، وهذا الذي اكتشفه الإسرائيلي فورا. فلم يحدث قبل هذا الفيديو أن قصف أو أكد الجيش الإسرائيلي قصف شاحنة واحدة أو حاملة لسلاح على الإطلاق لمدة 100 يوم. إذن مجرد أن تقول عن الطرف الآخر بأنه عبثي في الحرب وأن هناك أساطير في هذه الحرب، عبث وأساطير وأسطرة إلى آخره، هذا معناه الكثير، هذا بعيد كل البعد عن الرؤية العقلانية التي يجب أن يتصف بها. الآن يقول كوخافي الذي كان رئيس أركان سابق، لأن رئيس الأركان الحالي لم يتحدث بعد كلمة أبو عبيدة، الذي تحدث هو كوخافي السابق، قال بالحرف: أنا مستعد أن أضع نفسي أمام المساءلة حول ما كنت أقوم به أو حول جميع التقارير التي كانت في وقت سابق، من أجل أن يكون ما بعد 7 أكتوبر موضوعيا بشكل أكبر وعقلانيا بشكل أكبر. إذا عندما يتحدث بديلا عن أليفي كوخافي فهذا يعني الكثير بالنسبة لصدمة هذه الكلمة التي زلزلت كل شيء، لأنها كشفت أن ما يعانيه الآن الإسرائيليون على الأقل حسب منظورهم لا يعود فقط إلى 7 أكتوبر، وإنما إلى ما قبل 7 أكتوبر أيضا لهذه الإدارة السابقة. ولذلك أتى كوخافي ليقول ما قاله. إذن الشنبيت تحاول أن تدافع عن نفسها، الأخرى تحاول أن تعمد مرحلتها لإدارة هذه الحرب في خان يونس، القصد الفرقة 98. أيضا بالنسبة لكوخافي يتحدث الآن عن إمكانية وقوع أخطاء سابقة لم يتمكن من الوصول إليها، وبالتالي فهذا التراكم هو الذي خلق 7 أكتوبر. أيضا بالنسبة لأليفي في هذا الاتجاه، إذن لدينا الوصول إلى القراءة البنيوية، أي بنية دفعت إلى مثل هذه الخطوة، لأن هناك اليوم تكسير لكل ما يعتقده الإسرائيلي. بعد فترة يأتي الفلسطيني يقول كل هذا لم يكن إلا من قبيل خيال أو من قبيل العبث. إذن مجرد وصف القرارات الإسرائيلية بطريقة غير مباشرة بالعبثية كشف الكثير. المسألة الثالثة والمهمة للغاية، أن قضية السلاح الذي ذكر من خلال هذه الشاحنة أعطيت صورة ليست بالضرورة الصورة التي في الشاحنة. إذن هذا هو التطور الاستثنائي الآن الذي يمكن تأكيده، وهكذا فإن هناك بلبلة كبيرة جدا في الجيش الإسرائيلي لسبب رئيس، لأن الكلمة لا يزال لها دور ولا تزال متفاعلة بشكل كبير جدا في داخل إسرائيل، ليس فقط لمصداقياتها فهذا أمر معروف، إنما الأمر الأخطر من هذا أن هناك
محاولة لعقلنة الوضع الآن وعدم التصعيد، لأن التصعيد دفع إلى إدانة مباشرة كما قال أكثر من مسؤول إسرائيلي بالنسبة لقضية المحكمة الدولية محكمة لاهاي. وفي الاتجاه الآخر فهناك عبث وهناك أوهام اليوم يحاول الإسرائيلي تجاوزها، وأمام هذه العقلنة قد تذهب الأمور مباشرة إلى المفاوضات، إلى الجلوس إلى الطاولة، هذا الذي يريده الآن الفلسطيني. ثانيا أنه لا يعطي أهمية للأنفاق كي لا يتواصل الوضع إلى ما بعد خان يونس، ولا يجد الأمريكي الآن أو المخابرات شين بيت أو المخابرات العسكرية أي أهمية في الذهاب إلى ما وراء فيلادلفيا، أو على الأقل في الوصول إلى فيلادلفيا. فقد ضرب وفجر منطق نيتنياهو الذي انبنى على هذه الأساطير على أساس الأنفاق إلى آخره، كل هذا سحب البساط منه مباشرة، وكانت الضربة موجهة نحو الشنبيت الذي أكد مديرها بأنه سيستقيل فور نهاية الحرب، سيقدم استقالته للفشل الذريع ليس في الوصول فقط إلى تحديد أماكن الأسرى، لأن هناك من انقطع بهم التواصل على حد ما قيل في كلمة أبو عبيدة، إذا لم تصل الشنبيت إلى أماكن الأسرى ولم تصل إلى الطرق التي تستخدمها حماس في نقل السلاح، إذا هناك فشل ذريع على جميع المستويات كشفته هذه الألغام أو اللغمين الرئيسين كما ذكرنا البارحة لتفجير وضع انتهى إلى قراءة إسرائيلية الآن. هذا هو الوضع الجديد الذي تأكد اليوم بشكل واسع وبشكل واضح للغاية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.